كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن خير أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها قال: وفيه تقوم الساعة يعني القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي كما قال عليه الصلاة والسلام طيب فمن السنة يا إخوانا إن الإنسان يقرأ سورة الكهف وأنا دائما أذكر مسألتين مهمات في الآيات الأولى من سورة الكهف لأنه نحن لما نقرأ ما نقرأ قراية زي ما بنقرأ الجريدة يا إخواننا أزول لما نقرأ الجريدة ممكن تفهم ممكن ما تفهم ولو ما فهم تمام مشكلة ذاته كان قرأت لك جريدة وما فهم تمام مشكلة لكن كتاب ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك قول الذين كفروا فو... ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض كم أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك هَالِهِ قال لي يدبروا آياتي القرآن ما بنقرأه زي الكتب بتاعتنا نحن تحت الدنيا وإن كان الناس كتب الدنيا لا بيتقنوها شديد ويقرأ قرابة بتمعن ويمتحنوا فيها ويحفظوها ولذلك يا اخواننا القران نقراه بتدبر سوره الكهف فيها ذكر الاخره قال تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الحياه الدنيا مثل هذا شنو قال كما ان انزلناه من السماء اها اول ما نزل الماء من السماء قام شجر والحشائش والمحاصيل كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض بعد ذاك انتهى الموضوع كله فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا بعد ذاك قال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة يوم القيامة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ربنا بيحصر الخلق كلهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أنت بتجد قابل ربنا زي ما خلقك النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا يعني ما مختونين يقوم زي الله ما خلقوا آه وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ده الكتاب اللي بيكتبوا لك فيه زمان أنت ما جايب خبر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملك في اليمين رقيب عتيد اكتب كل حاجة رقيب براقبك اسمه رقيب لأنه بيراقبك واسمه عتيد يعني ده شغله ما عنده شغل ثاني معدل الشغل ده عتيد معدله، له بجاي يكتب الحسنات بهنا يكتب السيئات عشان كده ربنا قال ووضع الكتاب أول ما أخذت له الزول قدامه ربنا قال: وترى فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ما داري يشوفوا زي ما يشكي أحد المجرمين ربنا جاب الكلام عنه في سورة الزخرف قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين للقرين بتاعه ما داري يكون قريب منه فبئس القرين ربنا قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون لما وضع الكتاب قال فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا شنو أحصى كتبه كل شيء مكتوب ربنا قال في سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه الصوره دي لما يدبرها وترجعك تذكر الاخره تتذكر نفسك حتعيش لحد بتين نحن هسه نسينا نسينا انه حنقابل الله ربنا قال في اول ايه من سوره الانبياء اقترب شوف الكلام ده كيف اقترب للناس حسابهم أها والناس عاملين كيف وهم في غفلة معرضون قربوا إحنا في غفلة أها الصورة دي بتذكرك وبترجعك نجي للآيات اللي إحنا دارنا نقف عندها في أول الصورة ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي أنزل يحمد نفسه ربنا يحمد نفسه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الكتاب ياتو قرآن ولم يجعل له عوجا يعني الدين ده ما فيه حرج ولا فيه شدة الله جاب لنا دين ما فيه عوج أصلا إحنا بدارجتنا بقول لك الموضوع ده فيه عوجا فيه عوج يعني ما دغري الموضوع ده ما, 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 بيبقى لكن ديننا الإسلامي ما فيه عوج دين مستقيم ربنا قال إن قل إنني هداني ربي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ما في ولولوة دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ففي أول الصورة أول آيات أنت إما تقراها الآيات بس شفتها هو ربع صفحة في الأول بتلقاها في المصحف كويس بس الثلاثة آيات الأولى دي آه قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه أها ويبشر المؤمنين دي الوقفة بتاعتنا الأولى ويبشر المؤمنين المبشر منه؟ قرآن وربنا يبشرهم ويبشر المؤمنين يا تم الذين يعملون الصالحات يبشرهم بشنو أن لهم أجرا حسنا الأجر الحسن ده وين تمشي سورة فاطر هناك ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير اللي هو شنو؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يلبسوا من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم هدوم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. ربنا بشر المؤمنين في سوره التوبه ربنا قال يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. في سوره الحديد ربنا سبحانه وتعالى قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم أها بعد شنو؟ بشراكم يبشرهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ربنا بشر ربنا قال وبشر سورة البقرة وبشر وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار دي بشرى للمؤمن شكد ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة بني إسرائيل اللي هي إسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا دي النقطة الأولى القرآن ببشر عشان كده يا أخوان نايزوا الآمن وحد الله يعني ده الإيمان آمن معناه وحد الله ابشر بعد دا. زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس قال قال الله تبارك وتعالى حديث قدسي قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لاحظ الشرط لا تشرك بي شيئا قال لا أتيتك بقراب يا مغفرة كيف تخيل معايا أخوانا زول جاي يوم القيامة شايل له ذنوب قدر الواطا ذنوب كلها قدر الواطا ده لو موحد ربنا بيغفر له الذنوب دي كلها دي بشرة ولا ما بشرة بشرة ما سهلة ما سهلة البشرة دي بتخلينا نحن نجي التوحيد لا بد أتخيل معاي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء العلامة ابن كثير صاحب التفسير قال أي نبي عد إبراهيم من أولاد إبراهيم كل الأنبياء اللي جوا بعديهم كلهم من أولاد إبراهيم عليه السلام تخيل مع ده كله بيدعو الله بيقول شنو؟ وهو اللي كسر الاصنام بيده مشى لقى الاصنام بتاعت قومه شال الفاس ومشى عليها اي الاصنام بتاعتهم قال لهم اتعبدون ما تنحتون؟ تسووا براكم وتعبدوها والله خلقكم وما تعملون ربنا قال فراغ عليهم ضربا باليمين شال الفاس بيده اليمين كسر كلها فاقبلوا اليه يزفون دول بيشتكوا له وقال لهم أتعبدون ما تنحتون؟ بعد ذلك قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم شالوا جدعوا دار يحرقوا بالنار النار ربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تخيل مع إبراهيم عليه السلام مع التوحيد ده كله يجي يدعو ربنا يقول شنو يقول واجنبني وبنية أن نعبد الأصنام ليه يا أخواننا إبراهيم دعا دعا زي ده ليه لانه الشرك ده ممكن يخش عليك وانت ما تشعر خلي بالك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر معقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بخاف بخاف انه نحن الليله في ناس الواحد يقول لك يا مولانا شوف نحن التوحيد ده تعلمناه ونحن مما قمنا موحدين ثاني ما دارين توحيد وين؟ الشيطان ده حريص على انه في اخر لحظه يضيعك في آخر لحظة ها ما بيقنع في آخر لحظة وقعت في الشرك لأنه لو وقعت في الشرك البحصة شنو ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ده مقام عالي ده ما مقامنا نحن مقام عالي فوق قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين شكل الزور يعمل حسابه يا ناس نحن هسه الموضوع ده ممكن ايش نخاف انه الواحد يقول لك والله خايفين من ذنوبنا يا مولانا ذنوبك يا تال خايف منها الشرك معي يقول لك لا 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 الشرك ده ما في انا موحدين وثاني شرك ده ما في الذنوب الثانيه ديك الله ممكن يغفرها لكن الشرك لا ليه؟ ربنا قال سوره المائده الايه 72 انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ده كلام خطر جدا ده خطر كبير شوف ربنا ذكر 18 رسول في سورة الأنعام 18 اتكلم عن إبراهيم قال أه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ده عشر. ثاني بس في خمسه برنامج الرسل كلهم عشر هنا كويس بعديها طوالي قال ولو اشركوا دي 18 رسول ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون معقول احنا لو اطمأننا مش غلطانين ذول اطمأننا تبقى لك لا 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 ما في حاجة تاني ما بنخاف لو ما خايف انت غلطان لا تخاف ايوه عشان كده الآية اللي بعديها طوالي والوقفة الثانية والأخيرة اللي أنا دا داير عندها قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا القرآن قلنا في الأول يبشر يبشر المؤمن لكن بعدين شنو وينذر خوف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما في ناس قالوا الله عنده ولد صح وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا ربنا قال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا الى اخر ايات سوره مريم طيب يا اخوانا نحن الان سنحقق نحقق الامرين دي الاول نحقق التوحيد الثاني نبتعد من الخلل في الشرك طيب نعمل شنو نفهمه كيف في ايه واحده بتفهمنا النقاش بين ابراهيم عليه السلام وقومه نقاش في صورة الأنعام بتلقاوه نقاش طويل بدأ دار يجيب لهم الحج الحجة يوقع لهم بالراحة بالراحة كده أول حاجة عاين للشمس أو عاين لكوكب شاف الكوكب كده قال هذا ربي فلما أفل يعني غاب الكوكب قال لا أحب الآفلين ما هو دار يوقع لهم الحجة إنه البيأفل يعني بيختفي ده ما بيثبت دمار يصلح يكون إله. قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا شاف القمر بازغ يعني ظاهر قال هذا ربي بعد ذاك القمر غاب القمر غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكنن من القوم الضالين ده ما يبقى ما يصلح يبقى إله فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ده أكبر من الاثنين ديلك الشمس غابت برضو آه قال لهم يا قومي إني بريء مما تشركون ده ما بينفع يكون إله شمس ما بتنفع قمر ما بينفع كوكب ما بينفع قال لهم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بعد ذاك ناقشوه وبقوا بخوفوه بالانداد بتاعتهم قام سالهم سؤال والسؤال ده يا إخواننا لو وقع علينا نحن نكون فهمنا تمام وربنا ان شاء الله بينفعنا بيه قام سالهم لما خوفوه قال وكيف اخاف ما اشركتم انا قال لهم كيف اخاف من الحاجات اللي انتم سويتوها شريك لله الانداد اللي سويتوها شريك لله دي أنا أخاف منها كيف وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون وإت ما خفت لمن عمدت شريك لي الله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا السؤال هنا قال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن الأمان قال لهم عمونوا أنتوا اللي سويت لكم شركة مع الله أنداد تندهوم وتدعوم وترجوم وتتوكلوا عليهم وتستعينوا بهم إنتو قال لهم في أمان ولا في أمان أنا البس على أل الله براو وما خايف من الآلهة بتاعتكم قال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ربنا سبحانه وتعالى دان الجواب قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الناس الآمنوا، لكن خلي بالك الإيمان فيه شرط قال ولم يلبسوا ابن كثير قال لم يخلطوا ده المفسرين ما خلطوا إيمان بظلم الظلم هو شنو في الآية دي تعرف الصحابة الموضوع ده التبس عليهم قاموا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه ما تخيلوا انه الظلم ده اي ظلم ظلمت زول ظلمت نفسك كذبت عملت اي حاجه غلط تخيلوا انه الظلم بالمعنى الواسع ذاك وده طبعا حتبقى مشكله يا اخواننا لو ربنا اشترط علينا انه ايماننا ما يكون معه معصيه اي معصيه ما تكون معه كده اللي بيخش الجنه منه كده ما حنقدر لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قام بين لهم قال ليس ذلك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان الحكيم قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إذا الظلم العظيم وين الشرك شن كده يا أخوانا الجنة دي سهلة ما صعبة وبالمقابل النار برضو سهله يعني سهل تخش الجنة وبرضه سهل تخش النار الجنة توحيد قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن العلماء قالوا في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة آه إن الشرك لظلم عظيم كذلك أنت أخذ في رقبتك في ساي انت جيت قدمت لك لي زول حاجه قدمت لي مساعده ومرك هناك في المجتمع برا قال لهم انت ولا جاب سيرتك قال لهم والله لو ما فلان الثاني ذاك انا مشكلتي ما كان انحلت انت بتزعل ولا ما بتزعل؟ تزعل يا اخ لانه في النهايه مفترض ينسب الفضل لاهله اي زول قدم لك فضل انسبه له, له بنفس النظام ده الا ربنا رزق وربنا أدى صحة وعافية ها أه؟ وربنا أدى علم وربنا أدى جنة ها أه؟ وربنا أداك مروة وأداك ممتلكات حواشات عندك بيت عندك عربية قد تكون عندك ده كله أداه والله ويجي الجماعة ينسبوا لي خلق الله ها أه؟ ده ولا ما حيب أنا إحنا ما انت عارف مرتك في البيت اكثر حاجه بالزعيلة في الدنيا دي كلها لو انت مفلس ممكن ما تزعل لو ما جبت لها توب جديد ممكن ما تزعل ده كله ممكن ما يزعلها لكن يومك تقول لي انا عرست فيك بتقلب عليك الواطه دي كلها ليه؟ ما ادري لا شريكة في حياته مرة ثانية الش... يا اخوانا اذا كان نسواننا الشريك ما بيرضنوا ها؟ الشريك أه؟ يرضى والله؟ ما بيرضوا عشان كده انت يومك حتى تقول والله انا اكم ما شيخ الفلاني داك ما كان شفيت من المرض ده يخش يرق ذاته البش من المرض منو؟ البش في الله <applause> الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين لكن اول ما تجي تقول والله نحن عندنا طينه بنمشي نجيبها ولا ترابه ولا ورقه نحن بنجيبها ودي اللي بتشفينا ده الشرك ذاته ها أه؟ جو مجموعه من من الناس للنبي عليه الصلاه والسلام جو داخلين عليه واحد منهم معلق له خيط ها أه؟ جدا ان شاء الله جدا قربنا خلاص ان شاء الله انا اختم بالكلام ده ان شاء الله عمنا قال الجرعه كده كفايه تقلت <applause> كويس النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مجموعه من الناس منهم واحد رابط له ورقه في يده تمام الورقه الرابطه دي قام النبي صلى الله عليه وسلم ساله قال يا هذا ما هذه اللي انت رابطها دي شنو؟ فالرجل قال له يا رسول الله انها من الواهنه الواهنه ده مرض بيصيب العضل بتاع الرجال عشان كده يقوم يربط الورقه فيه دي عشان ما يجي المرض بتاع العضل ده كويس <applause> فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له انزعها نزل الورقه دي قال له فانها لا تزيدك الا الا وهنا دي بتزيدك زياده لكن المشكله وين؟ قال له ولو مت وهي عليك ما افلحت ابدا دي خساره ليه؟ لانه يومك تربط لك ورقه ولا سوي حجاب ولا تعتقد لك عقيدة زي دي انت خربت بينك وبين الله لا توكلت على غير الله ها وربنا سبحانه وتعالى قال وعلى الله فتوكلوا ان كنتم ان كنتم مؤمنين فعشان عمنا جزاه الله خير نحن ما دار نحرجه وطلب قال الجرعه دي تقلت كويس نحن نخفف الجرعه على كدي والخص كلامي اقول يا اخواننا انه الجنه دي سهله جدا وبنخش يا بس بالتوحيد حتى لو عندنا ذنوب تانية ومعاصي ممكن ربنا يغفر لنا يا اخواننا كل ممكن الله يغفرها بس يكون ما في مشكله في التوحيد يعني انت تجي لربنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اذ جاء ربه بقلب سليم القلب السليم ده يعني كيف يعني يومك قد تكون عندك ذل بتخاف انه يقول له بقطع رزقي وده بيشيل المعايش وده انا لو ما اعتقدت فيه ولا ذاته ما بينجحوا. يوم اللي يكون في زوج زي في قلبك ده ما نظيف. القلب النظيف الله سبحانه وتعالى في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نظافة ده شغل نظيف كده. قلبك كنت قابل ربك سبحانه وتعالى بالقلب النظيف، لكن يوم اللي يكون فيه فلان وفيه فلان قاعدين جوا ده بتخاف منه وده دا داير منه اذا ما نضيف عموما يا اخواننا اخر النقطه نبه لها الشيخ قبيل معلش انا محاضرتي انتهت لكن بس تنبيه كلام قاله الشيخ جبيل اللي هو قال انه الاحتفال الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم انه الناس تعظمه والناس تحبه والناس تقتدي به وتعمل بسنته فالكلام ده يا اخواننا سليم من ناحيه شنو؟ من ناحيه انه يكون في طيله حياتنا الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يوم ويومين ده لو صح انه نسميه احتفال ها هو مش اسمه احتفال هو اسمه اهتداء وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم هل النبي عليه الصلاه والسلام كرسولنا نحن نحن بس تغيّمنا له 12 يوم شهر ربيع الاول بس ده كلام الشيخ انا ده ازيد له زياده لانه لعله زمن الخطبه قصير ما قدر يوضحه تمام ما 12 يوم يا ناس وربنا ما رسلوا لنا عشان نحن نخط في ذهننا 12 يوم خلاص ال 12 يوم دي نهتم كده وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا حياتنا كلها مما انا بديت يومي ابدا باذكار الصباح والمساء وانا مارق من البيت وعوزت اولادي ده اتباع للسنه وتعظيم للنبي عليه الصلاه والسلام لحد ما ختمت يومي في النهايه ها أه؟ قلت اذكار النوم وانا نمت حياتنا كلها قدوتنا اللي في نظرنا منه رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام. عشان كده الناس اللي بيقول لك لا ونحن جايين نحتفل ونحتفل بالرسول و12 يوم وشهر ربيع الاول ويوم ولاده النبي صلى الله عليه وسلم وواحدين شايلين نوبات وواحدين شايلين شنو وحلاوه سمسميه وفوليه. ده احنا نقول لهم سؤال واحد. بس سؤال الشيء اللي بتعملوه ده هل النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ اي واحد منهم مو متاكد اي زلمه مشى المحل ده يقول لك يا مولانا ما عملوا طيب صحابته اللي بيحبوه جدا أكتر مننا نحن هل عملوا الشيء ده؟ هيقول لك لا ما عملوا طيب يا اخواننا نحن مفترض نعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم زي تعظيم الصحابه اليوم كان اذا تكلم بيسكتوا كلهم واذا قال كلام ما بظل بخالفه صغير كبير ذكر انثى ها؟ أه؟ يا اخي لما نزلت عليه الايه يدنين عليهن من جلابيبهن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوان بالليل صبح الصباح السيده عائشه قالت جن نساء نساء الانصار وعليهن جلابيب سود طوالي نزلت الايه بتاعت الحجاب طوالي تحجبن يحترموا كلامه يعملوا بكلامه يقدروه مع ده كله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نحن ما سمعنا أبدا ولو في ذلك عنده جملة واحدة في السيرة ولا في القرآن إن الصحابة كان بيعقدوا خيم وبيجيبوا حلاوة سمسمية ولا بيجيبوا أي حاجة تانية ولا حتى بيجيبوا كتب بيقروا ولا عندهم ما في ما في ودائما أي شيء أخواننا زيادة في الدين مردود النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مرجوع ده هسه زي في السوق يقول لك البيعة دي مرجوعة مرجوعة ما في أجر ولذلك بس أنا حبيت أنبي وأوضح كلام الشيخ آه الإمام جزاه الله خير إنه المسألة دي نحن اقتدانا ومحبتنا وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم دائم ما مربوط بيوم طوال حياتنا كلها اقتداء ومحبة عظيم له في كل حياتنا ده كده القدوة الصحيحة اللي نحن نلبين إن شاء الله الشفاعة بعدين يوم القيامة وننا البيع القرب من النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بإذن الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يعلمنا علما ينفعنا ويرزقنا إخلاص يرفعنا أسأل الله تبارك وتعالى يجعل مجلسنا مبرور ويجعل التفرغ من بعده مرحوم ولا يجعل فينا شغي ولا محروم إنه جواد كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته